مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات اللجن العربية الأصيلة. شوط ما قبل شوط الختام ينطلق ويحمل لنا في طياته ثنايا البكار. نسير مع هذا الشوط ونسير مع هذه الأسماء المميزة الحاضرة والمنطلقة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. مباشرة نبدأ مع الصدارة مع المركز الأول وصدارة الشوط. أول الأسماء صفوف من تفتتح النداء والإذاعة لهجن الشحانية، يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا صفوف بتحدياتها الرائعة والجميلة. بينما النقلة والدور إلى المركز الثاني مدللة مع المركز الثاني لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة آل ثاني مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري من يتابعها في عملية التضمير. المركز الثالث وصول وتقدم من شعاري هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل اللي مغطي عليها مدللة في هذا الانطلاق والمسار المميز مشاهدين الكرام. نعم اللي هي هنا تقدمت في هذا المسار مشاهدين الكرام أوان لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن عقيل. بينما المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من ثريا لهجن الشحانية يضمرها البرنس جار الله بن عقيل مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من وعد لهجن المرقاب بقيادة مشاهدين الكرام هنا المبدع حمد بن علي بن حلفان من يتابع لنا وعد مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل الحاضرة والمنطلقة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. إذن ها هي الخمسة المراكز الأولى، نداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا مستمعين الأفاضل. ولكن عودة مع البداية، العودة مع الصدارة مع صفوف القائدة للأسماء والتحديات الأولى بشعار يجني شحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا هذا الاسم المميز والجميل. مع البداية مع صدارة هذا الشوط بينما النقلة والدور إلى المركز الثاني نتابع وان الحاضرة في هذا المسار بشعار هجن الشحانية بمتابعة برنس المضمرين جار الله بن عقيل. المركز الثالث تصل هنا أيضا غزوة لهجن الشحانية أيضا بقيادة جار الله بن عقيل. مع المركز الثالث المركز الرابع تقدمت هنا وعد بشعار هجن المرقاب بقيادة حمد بن علي بن حلفان. مع المركز الرابع والمركز الخامس وصل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني يقدم لنا صمت في هذا الانطلاق والمسار المميز. حمد بن طالب بن عمارة يتقدم في هذا الانطلاق هذا الشعار الذي تميز في هذا الصباح وقدم لنا الأسماء المميزة والكبيرة في صباح هذا اليوم. يحضر هنا أيضا ويقدم لنا صمت في هذا الموقف الذي يكاد الصمت فيه معدوما مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، نتابع أيضا الأسماء بدأت بالظهور، الأسماء بدأت بالاقتراب مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن العودة هناك مع البداية، العودة مع الصدارة مع شعار هجن الشحانية. هنا صفوف تقود الأسماء تقود التحديات الأولى بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد خالد العطية من يقود التحديات الأولى من خلال حضور صفوف مع المركز الأول. بينما هنا تتقدم أيضا أوان لهجن الشحانية يضمرها جار الله بن عقيل من يقدم لنا أوان مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصلت غزوة لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل. المركز الرابع وصلت مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري من يتابع لنا هذا الأداء المميز والجميل. شوف القدوم أيضا، وصلت هنا وعد لهجن المرقاب المبدع حمد بن علي بن حلفان يقدم لنا وعد مع المركز الخامس. ولكن حصل دخول من الجانب الآخر، صمت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني حمد بن طالب بن عمارة من يتابع لنا صمت. إذن هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات مشاهدينا مستمعين الأفاضل. ولكن القيادة وين؟ لا تزال مع
صفوف صفوف القائدة للأسماء، القائدة للتحديات الأولى بحضورها المميز بحضورها الكبير هنا مع البداية مع صدارة الشوط بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع لنا هذا الأداء المميز والجميل. بينما ثاني التحديات تتقدم اوان لهجن الشحانيه يضمرها لبرنس جار الله بن عقيل المركز الثالث. هنا القادمه صمت بشعار سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد، الثاني حمد بن طالب بن عماره من يبحث عن رابع النقاط في هذا الصباح من خلال هذا التقدم والحضور المميز مع المركز الثالث. المركز الرابع مدلله لسعاده الشيخ خليفه بن عبد العزيز بن خليفة، الثاني يضمرها مهنة بن محمد بن ضابط الدوسري. ولكن شوف أيضا وصلت في هذه اللحظات وصلت أساطير لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود، الثاني قادمة في هذا المسار لتنضم إلى الدائرة الذهبية دائرة الخمسة المراكز الأولى مشاهدينا مستمعين الأفاضل. ولكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، مع الأجواء الأخيرة، الأجواء النهائية، الكيلو متر خير يا مضمرين يا متابعين يا سلام. ولكن القيادة وين؟ هناك مع صفوف آخر الأسماء المدونة في الكشف، ولكن هي في المركز الأول تقود الأسماء تقود التحديات الأولى مشاهدينا متابعين الكرام تتصدر هذا المشهد الكبير. هنا مع البداية مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية بقيادة المشاغب، ولكن الله بدأ الضغط هنا من خلال تقدم أوان لهجن الشحانية لبرنس جار الله بن عقيل بدأ يدفع لنا بيوان. هنا مع ثاني التحديات المركز الثالث شوف القدوم أيضا القادمة والواصلة ساطير لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود، الثاني وتقدمت أيضا صمت بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد، الثاني حمد بن طالب بن عمارة. والمركز الخامس تتقدم دلل لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة، الثاني مهنة بن محمد بن ضابط الدوسري. الله شوف هذه اللقطة الجميلة الخماسية هنا مع البداية مشاهدين الكرام مشهد والأروع. ولكن هجن الشحانية تقدم لنا صفوف صفوف الحاضرة منذ بداية هذا الانطلاق لتكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الشوط. الله يا صفوف طارت مع الأمتار الأخيرة، سلام صفوف سلام سلام هجن الشحانية. مشكور يا أبو خالد يا المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا صفوف مع هذا الانطلاق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثاني. وصلت مع المركز الثاني مشاهدين الكرام كان الوصول من أساطير لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود الثاني. المركز الثالث وصلت مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني. والمركز الرابع كان الوصول من صمت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. والمركز الخامس وصلت أوان لهجن الشحانية. تهانينا والناموس إذا مشاهدين الكرام لهجن الشحانية والتهنية المشاغب محمد بن خالد العطية. عطنا التوقيت الزمني يا مخرجنا، توقيت إذا مشاهدين الكرام تابعنا صفوف من خطفت ناموس هذا الشوط وحققت هذا الانتصار المميز بشعار هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. شوطنا التاسع كانت إذن هي صفوف الحاضرة في هذا الشوط لتخطف هذا الناموس والانتصار مشاهدين الكرام. التوقيت الزمني ثمان دقائق ثمان ثواني تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهني لمحمد بن خالد العطية. بينما المركز الثاني كان الوصول من أساطير، نعم توقيتها الزمني ثمان دقائق وتسع ثواني وثلاثين جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود الثاني. بينما المركز الثالث كان الوصول من مدللة ثمان دقائق وتسع ثواني وخمسين جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني والتهنئة موصولة.